الساحة صغيرة في قرية فاشكوفتسي، تجمع هنا عشرة شباب وهم يستعدون لإحياء عيد مالانكا الذي طال انتظاره. يسمى العيد في فاشكوفتسي ببريبيريا، أي تبديل الملابس. يبدأ كل شيء من تبديل الملابس، وهذا تقليد يشير إلى الترفيه عن السيد الذي كافأهم ببرميل من النبيذ. يحتفلون ببريبيريا في فاشكوفتسي منذ 100 عام. تغيرت على مدار قرن من الزمن العديد من الشخصيات المشاركة في الاستعراض، ولكن تبقى أهمها مالانكا وفاسيل وديبابا والغجر. جرب أندري بيريليتسا أن يلعب دور الغجرية هذا العام. يشارك هذا الشاب في استعراض بريبيريا منذ 10 سنوات. علي الزي الغجري التقليدي، وهو مؤلف من تنورة وسترة. هو عبارة عن سترة عسكرية أو عباءة تحاك من قطع القماش المختلفة الألوان وتعلق عليها الأجراس، حيث أن الغجر كانوا دائماً أناساً صاخبين، وهنا قناع تقليدي يغطي الوجه. النساء في هذه الأيام يشاهدن فقط ما يحدث، يحترمن التقاليد حيث يمنع عليهن ارتداء البدلات. هنا فقط الرجال من جميع الأعمار، كل من يستطيع الحركة، جميع من يرغب يمكنه أن يتنكر. أصعب المهام تقع على عاتق الدببة. يلبس رجال جلود الضان الضخمة يشدونها على أجسادهم عند ذراعين والساقين والخصر. نربط أرجلنا بالأثقال لنشعر أننا أثقل وأكثر ثقة، ولنتمكن من السير مدة طويلة. ذاهبون للمصارعة. يشارك في هذا الاستعراض المسرحي عدة مئات من الأشخاص في الأزياء الزاهية وبرفقة الأغاني والرقصات الممتعة. هكذا ينتقل المشاركون في بريبيريا من منزل إلى آخر ليهنئوا أهل فاشكوفتسي بالسنة الجديدة، وفي المقدمة بورينكا، أي المصارعة التي ينتظرها الشباب والرجال طوال العام. وفقاً للتقليد، يبدأ الرجال في مصارعة بعضهم بعد 12 ليلاً، تتصارع مجموعتان ضد بعضهما حتى تفوز إحداهما. يستمر الاحتفال بمالانكا في فاشكوفتسي يومين دون توقف، وينتهي في 14 يناير. في هذا اليوم يبدأ السكان المحليون التحضيرات لمالانكا جديدة.